متواصلون معكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة والمستمرة لتطورات العدوان الصهيوني وجرائم الإبادة في غزة التي تتواصل اليوم 30 بعد 100، وحديثنا أيضا عن تحذيرات وكالة أونروا من تفاقم المجاعة وأيضا تجديدها الدعوة لتمكينها من التمويل. ويشاركني الحديث والنقاش من رام الله كل من الدكتور عدن نعيم الخبير في الشأن الصهيوني وأيضا الدكتورة تمارا حداد المحللة السياسية. وواصل معك دكتورة تمارا حداد، يتحدث قبل لحظات من الآن دكتور عدنان نعيم أنه إذا توقفت أونروا عن العمل فعليا وبصفة كلية فهي كارثة، كيف ترين هذا الطرح؟ صحيح، بالفعل هي كارثة حقيقية، وبالتحديد أن أغلب يعني الأسر الفلسطينية بالتحديد في منطقة قطاع غزة كانوا يعتمدون على المساعدات، سواء كان على المساعدات التي لها علاقة بالواقع المجاني الصحي أو حتى على المستوى التعليمي أو حتى على مستوى المواد الإغاثية أو الإنسانية كانت تقدم الأونروا هذا الصياغ. وبالتحديد أن أغلب سكان قطاع غزة هم سنعود إليك مجددا دكتورة تمار حداد، أعود إليك دكتورة عدنان نعيم، تتحدث عن كارثة تضاف إلى الكوارث التي يعيشها الفلسطينيون اليوم مع تواصل جرائم الإبادة في غزة، أو تعود لنا مجددا الدكتورة تمار حداد، تفضلي. تفضل. تحدث عن كارثة هل تسمعني؟ يتحدث عنها الدكتور نعم عدنان نعم نعيم إذا توقفت وكالة أونروا عن العمل فعليا في ظل هذه التطورات المتسارعة. صحيح، بالفعل سوف تكون كارثة حقيقية بالتحديد على المواطنين الفلسطينيين، وبالتحديد أن أغلب قطاع غزة بالفعل هم أسر فقيرة كانوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية الإغاثية، على العلاج المجاني، على التعليم المجاني. وناهيك أن هناك دلالة أخرى ليس فقط على مستوى أن تجميد الدول الأوروبية، أغلب يعني الدول الأوروبية 70% تم تعليق وتجميد أموالها بالنسبة لوكالة الأونروا. هذا ينذر ليس فقط على مستوى كارثة إنسانية، هناك في سياسة التشبيع، يعني هناك خطة ممنهجة الكيان الصهيوني يريد أن يحققها، ليس فقط على مستوى دلالة سياسية لتصفية قضية اللاجئين، وإنما لتحقيق واقع إنهاء كل مقومات الحياة بالتحديد في قطاع غزة. ليس فقط على مستوى قطاع غزة، هناك الكثير من الموظفين الذين يعتمدون على الأموال التي كانت تقدم للأونروا، وبالتالي هذا يؤدي إلى عملية أن الأغلب الموظفين سوف يعانوا من قلة الاكتفاء الذاتي لعدم توفر الأموال، وهذا سوف يؤدي إلى اشتداد حالة الفقر، رغم أن الفقر والبطالة في قطاع غزة هي تصل إلى حالة يعني غير مسبوقة بالأعداد والإحصائيات العالية جدا، ليس فقط على مستوى قطاع غزة أو الضفة الغربية، وإنما أيضا وكالة الأونروا يعتمد عليها الكثير، سواء كان اللاجئون في منطقة لبنان، اللاجئون في منطقة الأردن، أيضا في سوريا، كأغلب المناطق التي يتواجد فيها اللاجئ الفلسطيني يعتمد على وكالة الغوث اللاجئين. وناهيك أن وكالة الغوث اللاجئين هي الوحيدة التي تمتلك الإحصائيات والأسماء التي تعلم تماما أين مسمى وما هو مسمى ومن هو الذي يعتبر لديه صفة اللاجئ. وبالتحديد أن الكيان الصهيوني يريدون إنهاء صفة اللاجئ بالتحديد فيما يتعلق الذين كانوا منذ عام 1948، بمعنى إنهاء تواجدهم حتى هذه اللحظة التي أصبحت أعمارهم فوق 80 عاما أو 75 عاما. تريد إنهاء صفة اللاجئ حتى على مستوى الأجيال المستقبلية حتى تقضي على قضية اللاجئين. وناهيك أن قضية اللاجئين هي مهمة جدا، أن هناك قرار 194 يشير في الأمم المتحدة أن على المواطن الفلسطيني واللاجئ الفلسطيني أن يعود إلى أرضه. فإذا تم عملية القضاء على الأونروا التي لها علاقة بالرمزية للاجئون الفلسطينيون، هذا يعني إشارة إلى القضاء على قرار 194، هذا يعني إنهاء عودتهم إلى الأراضي المحتلة. لذلك هم يفكرون أبعد من ذلك بعملية تخطيطات فيما يتعلق إنهاء قضية الأونروا أو قضية اللاجئين. طبعا الأونروا ليس فقط على هذا المستوى، هم يريدون تحويل الأموال وإيجاد بديل، إيجاد بديل سواء كان تقديم هذه الأموال التي تتبع واقع الأونروا وتجميدها من أجل تحويل وإيجاد منظمة لها علاقة بوكالة الهجرة الدولية. وهذه الوكالة الهجرة الدولية لها علاقة بعملية ما زال أن مخطط التهجير قائما، سواء كان في الضفة الغربية أو مستوى قطاع غزة، يريدون تحويل هذه الأموال إلى هذه الدائرة حتى يتسنى تحقيق هدفهم. طيب، وكان الأمر باديا منذ بداية الحرب حين كانت الأونروا بمدارسها التي تؤوي آلاف
النازحين أنها كانت في بنك الاستهداف منذ بداية الحرب. أعود مجدداً إلى الدكتور نعيم، نتطرق إلى ما قاله وزير الخارجية الفلسطيني مع نظيرته الألمانية في المؤتمر الصحفي الذي عقد ببرلين اليوم. يقول حرفيا وزير الخارجية الفلسطيني: عدد كبير من الفلسطينيين إن لم يقتلوا بقنابل ودبابات وقناصة الاحتلال فهم يقتلون ويموتون إثر الجوع والعطش وانعدام الدواء. هذه الصورة الإنسانية المأساوية وهذا الواقع المرير، ألم يتضح بعد لبعض دول الغرب برأيك؟ أخي مصطفى، في قطاع غزة هناك بعض الأفراد يتناولون وجبة في 48 ساعة، وانقطع القمح والطحين، و آلاف العائلات في قطاع غزة تأكل من غذاء الدواب والغذاء الذي يقدم للماشية والأعشاب التي تنبت. في بعض العائلات في 24 ساعة كاملة أيضا تحصل على وجبة، بمعنى وجبة رديئة جدا. هناك النساء الحوامل التي لواتي يحتاجن إلى أكل خاص وطعام خاص وفحوصات طبية، وهناك المواد النساء التي تلدن جديد تحتاج إلى الطعام للرضع، الحليب والعناية، والعناية لهن لتماسك بنيتهم الجسدية بعد الولادة مئات الآلاف. هناك الأطفال. الحديث عن مجاعة بكل ما تعنيه الكلمة، وحديث وزير الخارجية الفلسطيني صحيح 100%. إسرائيل تمنع إدخال المساعدات، وعلى مدار أسبوعين الماضيين توجه مئات المستعمرين على كرم أبو سالم، معبر، هذا معبر يدخل المساعدات من دولة الكيان الصهيوني إلى قطاع غزة، ومنعوا العشرات الشاحنات يوميا، كان يمنع عشرات الشاحنات من الدخول إلى قطاع غزة. مستعمرون ومستوطنون يمنعوا إدخال المساعدات انسجاما مع تعليمات وزير الحرب الصهيوني في بدايته: لا ماء، لا كهرباء، لا غذاء. وإذا استمرت هذه الظروف، نعم هناك أطفال يموتون وهناك عائلات تموت جوع، وهذا صحيح. والأيام القادمة إذا استمرت منع تمويل وكالة الغوث، سيكون الموضوع أكثر مما لا تصور. في قطاع غزة 60% من قطاع غزة هم لاجئين، وفي الضفة الغربية 40%، وتقدم الإعاشات والإغاثات للعديد من المخيمات. اليوم الشعب الفلسطيني كله، كل الشعب الفلسطيني يعتبر لاجئ. كل مشرد، مليون فلسطيني تشردوا من الشمال والوسط إلى رفح، مليون إضافة للموجودين أصلا هم في رفح، 60% منهم لاجئين من السابق. بالتالي اليوم الشعب الفلسطيني لا عمل، لا إعاشة، لا مساعدات مالية، لا مساعدات غذائية. فحديث وزير الخارجية الفلسطيني في مكانه الصحيح: من لم يقتل بالرصاص سيقتل بالجوع. وهذا ينسجم تماما مع تصريح وزير العدو الصهيوني جانس، الذي قال: لا ماء، لا كهرباء، لا طعام، لا بترول. وهذا يعني تصريح للإبادة جماعية، هذا تفويض للجيش الإسرائيلي بإحداث مجاعة وإبادة جماعية على مرأة، للأسف الشديد، على مرأة من المجتمع الدولي، على مرأة من الدول العربية. أخي العزيز، الإسرائيليين اليوم وفي الأخبار الإسرائيلية والسياسيين الإسرائيليين اليوم يقولوا حرفيا أن دخولنا إلى رفح مرهون برضا مصر، ومن الممكن إسرائيليين ومن الممكن أن نضغط على مصر ونضعها تحت الأمر الواقع. بمعنى إذا قبلت مصر في إنشاء 15 مخيم خيام لتخفيف الكثافة السكانية من رفح من أجل الاقتحام وتدمير قطاع رفح فليكن، أو إذا مررنا وخففنا الازدحام السكاني في رفح بعودة مئات الآلاف من رفح إلى الوسط والشمال، فإن مصر سوف ترضى وتقبل وتتحمل ضرباتنا وهجومنا إلى قطار إلى رفح. أخي العزيز، المجتمع الدولي يصمت، وإحنا لا ننظر إلى المجتمع الدولي. وأنا متخصص في العلاقات الدولية يا أخي، أن أنا بمعنى بالمثل العامي أنا نافض إيدي، أنا فاقد الثقة بالمجتمع الدولي المنحاز مع السياسة الصهيونية والمنحاز مع الإرادة الصهيونية. طيب. والذي يقف لصالح الإرادة الصهيونية. لكن الفكرة. أنا ألوم أهلنا العرب، اسمح لي، أنا ألوم أهلنا العرب، ألم يحرك ساكنا الأطفال الذين يقطعون؟ الطفلة هند التي بقيت 12 يوم
مستشهد في سياره، الم يحرك ساكنا هذه ضمير الامه العربيه والقاده العرب والزعماء العرب؟ للاسف الشديد انا اتطلع لامتنا العربيه ولشعوبنا العربيه بالوقوف معنا اكثر من اي احد اخر، وهذا للاسف الشديد يجرحنا كفلسطينيين كانسان، يجرحنا بوقوفنا ومتفرجين كعرب نملك الامكانيات وننظر الى اهلنا في قطاع غزه يموتون تحت القصف والدمار الصهيوني. هذا مؤسف جدا يا اخي مصطفى. دكتور حداد، لا طعام ولا ماء ولا دواء، لم يبقى الا الهواء لم يقطع في غزه، ما الحلول المتاحه برايك امام هذا الوضع وهذا الواقع الصعب الذي يتفاقم يوما بعد يوم امام الفلسطينيين في غزه؟ حتى هذه اللحظة لا توجد هناك حلول، سواء كان من المجتمع الإقليمي، من المجتمع الدولي، حتى على مستوى مجلس الأمن الدولي لم يستطع حتى هذه اللحظة إعطاء قرار أو مشروع قرار فيما يتعلق وقت إطلاق النار بشكل نهائي وفعال للشعب الفلسطيني، على الأقل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. حتى على مستوى مشروع القرار الذي كان في مجلس الأمن الدولي الذي تم إقراره فيما يتعلق إدخال المساعدات الإنسانية، حتى هذه اللحظة لم تدخل المساعدات الإنسانية بالشكل الذي يفي بالاحتياجات الإنسانية والمستلزمات الإنسانية بالتحديد. الآن بحاجة كل مواطن فلسطيني بالفعل إلى أكثر من جهد من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، سواء كان في الغذاء، في الطعام، في الشراب، الواقع الصحي، الواقع المعاشي، الواقع التمويني، حتى على مستوى المسكن. هذه الخيام لا تليق بالأدبية الإنسانية أمام فصل الشتاء البرد القارس، وهذه الخيام بالفعل هي في هذا الفصل لا يستطيع أي آدمي أن يعيش تحت إطارها. فبالتالي كل الحلول حتى هذه اللحظة لم تعطي نتائجها أو تعطي ثمارها، ولكن هناك جهد حتى هذه اللحظة. الوساطة المصرية القطرية تحاول قدر الأمكان ترسيخ الهدنة المؤقتة، ولكن هذه الهدنة المؤقتة هي بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية، ليست لعيون الفلسطينيون وإنما من أجل تخفيف وطأة الحرب، نظرا أن الولايات الأمريكية منشغلة الآن بواقع الأصوات الانتخابية وليس لصالح الفلسطينيين. هم يريدون إنقاذ واقع نتنياهو لإخراج المحتجزين بالمقابل، إذا تم بعد إخراج المحتجزين هي سوف يتم استئناف إطلاق النار واستمرار الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين. لكن أبسط الحلول أن كل الدول العربية التي تستطيع أن تمتلك الورقة الاقتصادية، الدول الخليج التي تستطيع إدخال المساعدة أكثر وأكثر وأكثر إلى منطقة قطاع غزة عليها أن تقوم بهذا الدور، نظرا أنها تمتلك المال، ولكن يجب أن تستخدم هذا المال بالدخول من أجل إعادة الإعمار وإعادة على الأقل تقديم المواد الغذائية والطعام والشراب للمواطنين في قطاع غزة قبل أن يموتوا تحت إطار سياسة الموت البطيء. وهناك سياسة خطة ممنهجة في اتباع سياسة خطة التجميع وبالتحديد في المناطق الشمالية، هناك قرابة 300 ألف مواطن فلسطيني لا يدخل الطعام ولا المساعدات ولا الدقيق إلى هذه المناطق. تم استخدام أعلاف الحيوانات وطحنها من أجل الوصول إلى الدقيق والقمح وإلى ذلك، ولكن الآن نفذت هذه الأعلاف والقمح وإلى ذلك، أصبح الآن بالفعل يعيشون تحت إطار الموت البطيء. طيب. وهذا سوف يقتلون في أي لحظة نتيجة التجويع الذي يحدث الآن في قطاع غزة. ننقل الآن مشاهدينا الكرام صور جديدة التي نشرتها المقاومة الفلسطينية وتتعلق باستهداف كتائب سرايا القدس لجنود وآليات الاحتلال الصهيوني غرب مدينة غزة خلال الساعات الماضية. نتحدث أيضا عن صور تنقلها سرايا القدس لاستهداف مقاتليها، ناقلت جنود صهيونية أثناء تقدمها في شارع الشهداء، وفق ما نتابع في هذه الصور التي نشرتها المقاومة الفلسطينية اليوم، وتتحدث عن استهداف مقاتلي سرايا القدس ناقلت جنود صهيونية أثناء تقدمها في شارع الشهداء، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، كما استهدف أيضا مقاتلو سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية قوة مشاة للاحتلال بقذائف هاون من عيار 60 غربي مدينة غزة. أعود إليك مجددا دكتور عدنان نعيم، كيف نقرأ هذا التقدم لدى المقاومة الفلسطينية على الصعيد الميداني وأيضا على الصعيد الاستراتيجي، إذا أخذنا بعين الاعتبار كل هذه الفترة من الزمن من الصمود من طول النفس للمقاومة في مواجهة الاحتلال؟
يعني يبدو أن الاحتلال اعتقد أن هذه الحرب المدعومة أمريكيا وبريطانيا وفرنسيا وألمانيا بكل الاتجاهات، سواء الأمنية واللوجستية الاستخباراتية دعم المعدات الحربية، أن مقاومة فلسطينية في 360 كيلو متر مربع لن تصمد أكثر من 20 يوم أو بغالب الوقت شهر، ولكنها منذ 4 شهور وهي تقاوم بفاعلية، وهي ما زالت تحافظ على تماسك البناء التنظيمي والهيكل التنظيمي للمقاومة. بمعنى يعني لما احنا بنشوف ان التصريح الإسرائيلي بيقول سيطرنا على مناطق في شمال قطاع غزة، وبعد ساعة ساعتين بتم إطلاق صواريخ من شمال، هذا بمعنى ان الأخبار سمعت وان القرار اتخذ وأن مجموعات وخلايا وعناصر ميدانية تحركت وقامت بإطلاق هذه الصواريخ، بمعنى هنا والإعلام صور هذه الأحداث، إعلام المقاومة، بمعنى هناك منظومة كاملة متكاملة ما زالت تعمل. وما أربك الإسرائيليين أكثر عندما خرجوا من مناطق كثيرة من شمال قطاع غزة، تحرك الكثير من عناصر المقاومة والحكومة الفلسطينية في قطاع غزة لإغاثة الناس و تنظيم أعمال الناس. أنت تعرف أخي العزيز في الحروب تنشأ أحيانا متسولين وقطاعين طرق وسارقين نتيجة الجوع ونتيجة الفقر ونتيجة انهيار الأمن. حاولت المقاومة تنظيم الأوضاع الأمنية والاجتماعية في المناطق التي خرج منها الاحتلال سريعا، وهذا أربك الإسرائيليين الذين الصهاينة الذين قالوا نحن نريد ما بعد قطاع، ما بعد العدوان، ما بعد الحرب على غزة، ما بعد الحرب على غزة. قبل أن يبدأ ما بعد الحرب على غزة بدأت المقاومة بترتيب قضاياها الاجتماعية والإدارية في شمال قطاع غزة، بمعنى أن المقاومة ما زالت قوية وما زالت توجه الضربات. وأمس واليوم قتل قائد كتيبة ونائبه وثلاثة من الجنود في انفجار شقة، تفخيخ شقة سكنية. ما زالت الاستطلاع، يعني أخي الحرب ليس جندي مواجه جندي، هناك استطلاع وهناك استخبارات وهناك جمع معلومات، وتحت للمقاومة في ظل سماء مغطاة بأجهزة التصوير والمراقبة الإلكترونية والطائرات المسيرة التي تراقب وأنظمة التجسس البريطانية والفرنسية والإسرائيلية والرادارات الحديثة، ومع ذلك يتم رصد الأهداف الإسرائيلية طيب. والتوجيه الإسرائيلية وتوجيه ضربات قاتلة لها قاتلة. وما يميز أكثر هذه المقاومة مصداقية الإعلام، يعني لم تشهد منذ 4 شهور أن خرج المتحدث باسم المقاومة الفلسطينية سواء على شكل مصور حديث فيديو أو خبر مكتوب وأعلن عن مقتل جنود أو استهداف دورية، ولم يكن هذا الخبر صحيحا. كافة الأخبار التي خرجت عن المقاومة كانت دقيقة وكانت صحيحة، وهذا أعطتها مصداقية أكثر، وهذا جزء من المعركة أمام الكذب والنفاق والبروباغندا الصهيونية. وما زالت هذه الدعاية حتى في موضوع الأسرى الإسرائيليين، عندما كانت تخرج الفيديوهات تقول أصيب بعض الأسرى الإسرائيليين وحالتهم في خطر، كانت تنشر الفيديوهات أول شيء وهم بأوضاع صحية تمام، وبعد إصابتهم وبعد مقتلهم نتيجة قصف بطيران الاحتلال الصهيوني أو المدفعي. بمعنى هناك رواية متماسكة سواء في المقاومة طيب دعني وفي أنقل العمل في الأخير أيضا وفي الإعلامي. دعني أنقل أيضا في الأخير هذا المشهد إلى الدكتورة تمارا حداد، وفي الضفة الأخرى والمشهد المقابل الكيان يعترف بمقتل ضابط وجنديين إضافة إلى إصابة 9 عسكريين في معارك بقطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. دكتورة تمارا حداد، بعد 130 يوم من العدوان والهزائم المتواصلة للاحتلال، ألا يزال الاحتلال متوجسا من الاعتراف بأنه فشل عسكريا في غزة؟ هل يتوجس من قول هذا صراحة؟ طبعا هو يتوجس أنه يقول أنه فشل في هذه المعركة، وبالتحديد هذه المعركة تعتبر من أجل إعادة سياسة الردع الصهيوني وإعادة هذا الردع بالتحديد للجيش الاحتلال الصهيوني بالتحديد في قطاع غزة. فإذا فشل وأعلن عن عدد الكبير من الخسائر البشرية، ناهيك عن الخسائر الاقتصادية، ناهيك عن المشاكل في الانقسامات الداخلية والخلافات الداخلية والانقسامات في الشارع سواء كان على مستوى العمود أو الأفقي في الشارع الإسرائيلي، لا يريد أن نظهر
يظهر فشلهم حتى لا يتم بالفعل فتح أكثر من جبهات، ليس فقط على مستوى قطاع غزة. يعلم تماما أن إذا عملية إظهار الحقيقة أمام الشارع الإسرائيلي، هذا يعني سوف يكون هروب لعدد كبير من المواطنين المستوطنين، سوف يهربون إلى أماكن سكناهم، إلى الدول التي طيب. جاءوا منها. هذا يعني سوف يكون هناك هجرة عكسية، وهذه الهجرة العكسية سوف تنعكس على الواقع الصهيوني بتقليل الديمغرافية الصهيونية. لذلك هو يقلق من عملية أن يكون هناك إظهار الحقائق وأنه فشل على أرض الواقع، وهذا يعني سوف يشجع الجبهات الأخرى كالجبهة اليمنية طيب. السورية العراقية اللبنانية أن تكون هي ضد الواقع الإسرائيلي. الدكتورة تامر حداد المحللة السياسية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من رام الله. وأشكرك أيضا الدكتور عدنان نعيم الخبير في الشأن الصهيوني، كنت معنا أيضا من رام الله. أشكركما جزيلا. مشاهدينا الكرام، تغطيتنا انتهت، لكن جرائم الإبادة في غزة متواصلة. إلى